السلام عليكم أعزائي الطلبة. المحاضرة السابقة تحدثنا عن كانت محاضرة أولى بالبروجكت مانجمنت، وانطينا شنو معنى البروجكت، شنو معنى المانجمنت، وتطرقنا إلى بعض النقاط المهمة فيما يخص البروجكت مانجمنت. اليوم راح نتحدث عن الإلمنتس أوف مانجمنت اللي هي تتمثل بالعناصر الأساسية أو العناصر بعناصر الإدارة اللي راح تتمثل ب أولا البلانينج. حتى تدير أي مشروع، خلينا نحكي بالعامي شوية أوضح لكم، لأن هي المادة بها سرد هواي شرح، فراح أحكي بالعامية أفضل حتى تترسخ عندك المعلومة. أول أي مشروع عفوا، أول ما تبدي به راح تبدي بعملية التخطيط لهذا المشروع. فعملية التخطيط راح تحتوي بعض الأحيان على معلومات غير كافية أو غير دقيقة نصا، فتم تخطيط مبدئي عملية البلانينج. أما بعدها تتم عملية الأورجنايزينج. عملية الأورجنايزينج تتم خلالها تحديد الأهداف. أوكي، عملية الأورجنايزينج راح تتم خلالها عملية شنو؟ تحديد الأهداف من هذا المشروع. بعد يتم خلالها تحديد الكونتنت اوف عفوا جوب كونتنت والانترفيس والريسبونسابيلتي والاثيوريتي وغيرها اللي هي تتمثل بالمحتويات، محتويات العمل، الواجهات، المسؤوليات، الاثيوريتي السياسات المستخدمه بالعمل، والريسورس الكشن اللي هي ما تتمثل ب اداره او تخصيص الموارد. فكل هذا يتم خلال عمليه الاورجنايزنج. انت مطلوب من عندك انه تفهم شنو عمليه التنظيم، شنو راح تتضمن من خطوات. تتضمن خطوتين، قلنا الخطوه الاولى راح يتم من خلال ستراكشر، يتم ملئه بواسطه الناس لتحديد الأهداف والأحداث للبروجكت. بعدها تتم عملية شنو؟ الجوب كونتنت والإنترفيس والريسبونسابيلتي والثيوريتي والريسورس إلكشن. هاي كلها تتم خلال عملية الأورجنايزنج. أما عمل الإلمنتس الآخر اللي هو ستافينج، خلال الستافينج لازم يتم ملء البوزيشن المناصب اللي بالمنظمة اللي خاصة بإدارة المشروع بالناس المناسبين. أوكي، أنت البروجكت مانجمنت هو مو بس مصطلح، لو شخص واحد، منظمة كاملة تدير بروجكت، فلازم هذا المنظمة يتم ملء المناصب بالأشخاص المناسبين. وإضافة إلى ذلك لازم تحافظ على أنه كل بوزيشن يكون فولت مملي بالشخص المناسب، ما تهمل اي بوزيشن، اي منصب، اي موقع عمل مهما يكون دوره، انه تركه فارغ بدون ما احد يقوم بوظائف هذا المنصب، لان هذا ممكن يؤدي الى مخاطر، ممكن يؤدي الى تقصير بالعمل، وبالتالي ما يوصلنا الى الهدف المطلوب، او بالتالي يكلفنا مثلا تكلفة مادية، بالتالي يكلفنا الى تكلفة، يقلل لنا الكواليتي، ممكن يكلفنا وقت وهكذا. بعد عندنا الايمنت الثالث اللي او الرابع عفوا، الدايركتنج اور ليدنج اللي هي القيادة. لازم القيادة تحتوي على مواصفات اساسية حتى تدير الموضوع او تدير تيم بالصيغة الصحيحة، من خلال خلق بيئة يستطيع فيها الأفراد الذين يعملون معا في مجموعات تحقيق أهداف مختارة جيدا. يعني خلق روح عمل كفريق، هذه تعتمد علما على القائد. بعد التأثير على الناس للمساهمة في الوصول إلى الأهداف والغايات، هذا يساعدهم التأثير انه يخليه يحفزهم للوصول الى الهدف المنشود. اوكي، اكو مدير يكون او ليدنج ناجح في عمله وكلاء، ليش؟ لان هذا عنده تأثير على الناس، هذا ما عنده تأثير ايجابي على الناس. بعد
استخدام أساليب القيادة مثل التفاوض، التواصل، حل النزاعات وغيرها، حتى يتغلب على كل المشاكل اللي ممكن تواجه الفريق أو فريق العمل، لأن هذا راح يعرقل عملية شنو؟ عملية عمل المشروع وسير المشروع بالطريقة الصحيحة، وبالتالي راح يأثر على الكواليتي أو الأهداف المرجوة. الكونترولينج اللي هي مقياس الاكتشوال بيرفورمانس، اللي هي مقياس الاداء الفعلي اوكي للخطوات اللي جاي نمشيها باداره المشروع، لازم اكو كنترول، لازم اكو سيطره تتم من خلالها مقارنه ما تم تخطيط اليه مع واقع الحال. فهذه جدا مهمه تصير مع سير المشروع، بالاضافه الى مو فقط جهه رقابيه، لازم يكون لها دور تصحيحي إذا كان هناك انحراف بالمسار عن المشروع، عن الطريق الصحيح اللي يؤدي إلى الهدف المنشود. لازم يكون عملية تصحيح لهذا للتصحيح لهذا الخطأ أو لهذا الانحراف. بعد عندنا هذا البلوك دايجرام of elements of management، يتمثل بالمانجمنت. بعد عندنا اول خطوه البلانينج، تبدي بعدها الاورجنايزنج والستافينج والدايركتنج اور ليدنج والكونترولينج. شنو معنى بروجكت؟ هذا التعريف الرسمي للبروجكت. is an assignment task job that has to be undertaken and complete within a set time budget resource and performance specification designed to meet the needs of stakeholders and beneficiaries. هاي معناها انه البروجكت هو عبارة عن مهمة. لاحظ هنا قايل لك assignment task job، هذه وهذه معناها مهمة، هذه عمل، وكلهم معناهم مهمة، تأديها ضمن وقت محدد وميزانية محددة وموارد محددة لتلبية اوكي وصمم الديزاين to meet the needs of the stakeholders and beneficiaries، اللي هي لتحديد او لتلبية احتياجات اصحاب الشأن، اصحاب المصلحة والمستفيدين من هذا المشروع. اذن البروجكت هو عبارة عن مهمة محددة بوقت وبميزانية وبموارد. إذن شنو معنى البروجكت مانجمنت؟ البروجكت مانجمنت is the use of knowledge, it's called tools and techniques to plan and implement activities to meet the or exceed stakeholder needs and expectations from project. اللي معناها انه استخدامك للمعرفة والمهارة والادوات والتقنيات للتخطيط والتنفيذ الاحداث لتلبية or exceed او تجاوز. شنو معناها؟ الستاكهولدرز ممكن يحددوك اصحاب المصلحة، اصحاب المستفيدين من هذا البروجكت ممكن يحددوك باهداف معينة، فممكن انت تحقق الاهداف واعلى، يعني ممكن تلبي احتياجاتهم واعلى وتعطيهم اعلى من ما هم متوقعينه. فيقول لك هنا to meet or exceed، لتلبية او تجاوز الستاكهولدر نيدز اللي هي احتياجات اصحاب الشأن، and expectations from the project وما هو متوقع من البروجكت. واضح؟ فهذه هي عملية البروجكت مانجمنت. هذا هو تعريف البروجكت مانجمنت، واللي قبله كان تعريف للبروجكت. بروجكت مانجمنت فولفيت تو بيربس، يحقق غرضين مهمين، اللي هو التكنيك اللي هو دوكيومنتيشن تكنيكس تو كوميونيكيت، وتتمثل بالبلان وستيت ويتش كومبيرز بلانينج فيريوس اكتشوال بيرفورمانس، اللي معناها عملية التوثيق
تقنيات التوثيق documentation techniques to communicate للتواصل مع البلان الخطة اللي وضعناها وبعد ومقارنة ما تم تخطيط إليه مع واقع الحال وقبل قليل ذكرناها بالcontrolling انتم هذه المهمة أوكي بعد اللي هي human managerial skills to be better manager of people as well as the project المصادر البشرية اللي توفر لك أو خلال هذه اللي هي human managerial skills اللي هي مهام أو مهارات المدير حتى تكون مدير أفضل للمشروع أوكي to be a better manager of people as well as the project معناها لازم تكون مثل ما تكون أفضل للمشروع كمدير حازم بالمشروع وحازم بالوصول إلى الأهداف للمشروع لازم تكون بنفس الوقت مراعي أو نفس الكفاءة إدارتك للهيومن ريسورس أوكي للكادر الوظيفي أو الكادر البشري اللي عندك لازم أيضا تكون إلى مدير جيد مثل ما قدر أنت جيد للمشروع عندك مهارة بإدارة المشروع عندك خبرة عن المشروع عن عمل المشروع لازم تكون عندك نفس المهارة اتجاه العاملين عندك أوكي وهكذا هذه الغرضين الأساسيين اللي من البروجكت مانجمنت إنه لازم تكون عملية توثيق وهذا التوثيق يتم خلالها مقارنة ما تم التخطيط إلى مع الأكتشل بيرفورمانس أما الحالة الثانية اللي هي مهارات الإدارة مانجرال سكول to be better manager or be of people as well as the project إنه تكون مدير قدر ما أنت مهم للمشروع أو أنت كفوء للمشروع أفضل للمشروع لازم يكون أفضل للناس أو الworker اللي يشتغلون تحت إيدك واضح؟ The implementation of project management techniques can have significant results اللي هي تنفيذ البروجكت مانجمنت ممكن يؤدي الى نتائج مهمة اللي هي طبعا الادارة الناجحة بالبروجكت مانجمنت تؤدي لك الى cost reduction و time reduction و resource allocation و increased quality معناها انه يقلل لك الكلفة بعد يقلل لك الوقت ينتج لك المشروع خلال كلفة أقل ووقت أقل بعد Research Election تخصيص الموارد بالتفصيل الدقيق أو بالمكان المناسب استغلاله للموارد سواء كانت موارد مادية موارد بشرية موارد أخرى تقنية مهارات يقدر يتعامل معها بالصيغة الصحيحة وفق المعايير الدولية وفق المعايير المعروفة بالبروجكت مانجمنت وبالتالي تحقق له الهدفين الأساسيين الهدفين السابقين اللي هي التايم ريدكشن والكوست ريدكشن وكذلك تحقق له الكواليتي المطلوب أو أعلى منه اللي هو انكريز كواليتي أوكي اللي هي شنو هو الزيادة بال الإكواليتي واضح فأتم أو العناصر المهمة أو النتائج المهمة للبروجكت مانجمنت اللي هي هذه cost reduction time reduction و resource selection و increased quality واضح انت احفظها بهذه الصيغة أوكي لأن هي الموضوع بيسرد هواي فأنا أريدك تحفظها بهذه الصيغة ما تتعب نفسك ايضا هنا طبعا وضحت لك اياها بملزمه كلها بالتفاصيل راح ترفع ان شاء الله خلال مشاهدتك هذا الفيديو ان شاء الله راح تلقاها موجوده على الكلاس روم الخاص بكم هنا الستيبس اوف بروجكت مانجمنت وتتمثل بالبروجكت انيشن اللي هي الخطوه الاولى من البروجكت مانجمنت خلال هذه المرحله راح يتم تحديد المفاهيم تحديد الأهداف دراسة الجدوى من هذا استدي من هذا المشروع
ستدي اند جاستيفيكيشن. اوكي بعد البروجكت بلانينج راح تتم خلالها السكوب ديفينشن. طبعا هنا مطلوب منك انه تحفظ اسماء المراحل هذه الستيبس او الفيسز، وكل فيز او كل ستيب شنو النقاط اللي راح تتم خلالها. راح اوضع بعض النقاط المهمه. لاحظ البروجكت بلانينج يتم خلاله السكوب ديفينشن اللي هي تحديد النطاق، بعد سيلكشن اوف بروجكت مانجر اختيار مدير المشروع، سيلكشن اوف تيم ممبرز اختيار اعضاء الفريق. بعد طبعا هنا ست ستيبس، سكس ستيبس، ست مراحل ان بروجكت بلانينج اخذنا، وبروجكت بروجكت بلانينج وعفوا بروجكت انيشن وبروجكت بلانينج، وبعدها بروجكت سكجولينج اللي هي عمليه الجدوله، وتتم خلال هذه العمليه تحديد تسلسل العمل، بناء شبكه ترابط بولدنج نتورك انتر ديبندنس اللي هي هذه الشبكه معناها انه خلق شبكه ترابط. بالمرحله السابقه بالبلانينج يتم تقسيم العمل الى عده مهمات، عده وظائف. اوكي كل وظيفه او كل مهمه تؤدى بزمن وكلفه محدده. فمثلا قلنا هو احنا عندنا بروجكت قسمناه الى ثلاث مهام اي وبي وسي. الاي تبدي اول شيء وبعدها تبدي البي، لكن السي ما تبدي الا ينتهي الاي مثلا. اوكي وممكن وقت الاي اطول من البي، ممكن البي ينجز والسي والاي بعده ما منجز. مثلا حددنا مهمه لها اي عليها 10 ايام ومهمه بي لها 5 ايام، وبالتالي ومهمه سي تعتمد على الاي والبي، فراح تتم اكو عمليه انتظار لان البي راح تكمل والسي بعدها منتظره والاي بعدها ما كامله وهكذا. فهذه العمليه تحتاج الى شبكه من الاعتماديه انه شيء معتمد على شيء، ولازم يتم تحديدها خلال سكجولينج انه منو يبدا اول شيء، منو ينتظر، منو يا مهمه نأديها بالوقت الحالي وهكذا. فهذا يتم خلال عمليه السكجولينج. اوكي ايضا يتم خلالها تحديد معالم المشروع، بعد خلالها الرسم البياني. اوكي للمشروع تحديد الرسم البياني باستخدام جراف اون تايم شارت اللي هي الجانت شارت وهكذا. بعد عندنا البروجكت كوستنج اللي هي استيميت كوست كابتشر اوبريشن اللي هي معناها تقدير التكاليف راس المال التشغيل، وتتمثل بتشغيل طبعا الرواتب الكادر، شرائك لل الاحتياجات المشروع، اكو مواد استهلاكيه تحتاجها، فلازم يتم كلها خلال عمليه الكوستنج. ايضا تطوير جداول التكلفه اللي هي ديفلوب كوست، ديفلوب كوست سبريد شيت اللي هي تتم من خلال مثلا ممكن انت المشروع مالتك يطول فتره اطول، فترة سنوات عفوا، فخلال هذه السنوات يعني مثلا احنا عندنا بالعراق عندنا شركات لازمة حقول النفط. اوكي وعندنا عراقيين جاي يتوظفون عندهم، ذول الشركات لازمة حقول النفط ضمن عقود. اوكي عقود محدديها بفترة زمنية، محدديها بتكلفة، محدديها بنسب ارباح، محدديها باهداف، لكن هذه الشركات جاي توظف ناس من داخل العراق، وهذه الناس من جاي تتوظف بالشركات جاي تستلم رواتب، لكن الشركه حاسبه انه هذا الرواتب ممكن مستقبلا تزيد. اوكي يعني انت يبدي مهندس بعدين يعني يصير مانجر وهكذا. فلو تلاحظون اكو اغلب المهندسين او اغلب الموظفين اللي يشتغلون بالشركات النفطيه انه رواتبهم ما تبقى نفسها، جاي تزداد. فهاي الشركه حاسبه هيك حساب من خلال تطوير الديفلوب كوست الشيتس اللي هي شنو؟ تطوير جدول الكلف. اوكي انه احسب اني هذا عندي مهندسين كذا ابدي مشروعي، وذول المهندسين بعد 5 سنوات هاقد اعطيهم مثلا زياده على الراتب، وكل سنه هاقد انطيهم علاوه.
هذا كله لازم يتم حسابه خلال البروجكت كوستنج. بعد عندنا البروجكت كنترول، وقبل قليل ذكرناها الكنترولينج اللي هي خلالها هذه المرحلة. طبعا هذه المرحلة تتم بشكل دوري، اوكي، لان هي عملية شلون نقول رقابية، اوكي. فتتم خلال هذه المرحلة تتم خلال جميع الخطوات حتى يكون المشروع ماشي بالاتجاه الصحيح وتصحح المسار اذا كان هنالك خطأ. فقلنا التحكم خلال هذه المرحلة يتم التحكم في الوقت، الحالة، انحرافات عن الخطة، عادة التخطيط، التقديرات الجديدة، مراقبة التكاليف والنفقات والانحرافات عن الخطة والتقديرات الجديدة. اوكي، يعني المراقبة راح تتم مو فقط على الكواليتي، راح تتم ايضا على الصرفيات، مراقبة الجودة والاداء مقابل معايير الاداء ومتطلبات المشروع. اوكي، project requirements هاي اخره. بعد project termination evaluation اللي هي الانهاءات، وتتم خلال هذه المرحلة عملية client feedback اللي هي ملاحظات العميل اذا كان عنده ملاحظات على البروجكت، نشاطات ما بعد المشروع post project activity، وكذلك التقرير ما بعد التنفيذ post implementation report، وهكذا. الى هنا انهي محاضرتنا هذا اليوم.